السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثاني هو عن طريق طرق السيليكشنز. أول طريقة من السيليكشنز ريكتانجل، بيختار جميع العناصر اللي ملامسة لهذا الريكتانجل، فإذا هيختار متوقعين ويختار أربع عناصر أو أربع سفيرز أو أربع دوائر. نلاحظ أن الريكتانجل بيكون داش أو بهذه النقاط أو حافه داش، لكن لو اخترنا بهذا الشكل فإحنا كده هيختار فقط عنصرين، لأنه بيختار العناصر اللي واقعة في حيز الريكتانجل، لن يختار هذا العنصر الطريقة الثانية، فكده يختار فقط عنصر واحد. كده متوقعين أنه يختار عنصرين. دي كانت أول طريقة من، لكن بهذا الشكل المفترض أنه متوقعين أنه يختار جميع العناصر لأنهم جميعا ملامسين لهذا الريكتانجل. الطريقة الثانية من السيليكشن هو طريقة الكليك. كده الشيفت بيختار أو بيزود في السيليكشن عن طريق الكنترول، فبيلغي السيليكشن، بيزود في السيليكشن، كنترول بيلغي السيليكشن. دي الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة من edit select. select objects، فبيختار هنا وليكن جميع السيرفس، مفيش سيرفس ده كده اختار خمس سيرفس. خلينا نقول ان في كيرفز، كيرف لاين، سنجل لاين. فلو اخترنا edit select objects كيرفز هيختار فقط هذا العنصر. edit select objects بوليسفير، غير موجود البوليسفير. خلينا ننشئ بوليسفير عن طريق surface plane 3 point، ثم extrude surface، extrude surface straight، ثم نذهب مرة أخرى select objects poly surface no object add to selection. ايضا السيليكت ممكن تكون من هنا او من القائمة دي كده ايكونز. فايديت سيليكت اوبجكتس بولي سفير، اذا اختار هذا هو السوليد سيرفيس اللي هو البولي سفير. دي كانت الثلاث طرق لاختيار العناصر في راينو. اتمنى يكون هذا الدرس بسيط، والى اللقاء في الدرس الثالث.